السلام عليكم طلابنا الأعزاء. موضوعنا اليوم على COPD اللي هو Chronic Obstructive Airway Disease. معكم دكتور علي المسعودي، أخصائي طب الباطني. Objective يعني نهاية هاي المحاضرة إنه الطالب يقدر يعطي أسباب Chronic Obstructive Pulmonary Disease، يعطينا النيتشر مالتين، يعرف شنو طبيعة الانسداد يعني Airway Flow Obstruction، يعطينا الساينس سيبتوم، شنو الانفستيجيشن اللي يقدر يوصل بيها يشخص المريض وشلون يعالج المريض اوف كرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز. شنو التعريف؟ طبعا التعريف هو قريب عن تعريف الازمه، قلنا هو اوبستركشن، بس الفرق بيه شنو هو؟ انه هذا نوت فولي ريفرسبل بروجريسيف اوبستركشن، بينما بالازمه يكون ريفرسبل اوبستركشن. يتكون من نوعين، انفيزيما وكرونيك برونكايتس. طبعا هذا الليميتيشن هو بروجريسيف، يعني يزيد ويا الوقت ويتعرض للمسبب، وطبعا اكو انفلاماتوري ريسبونس نتيجه التعرض يعني مواد ضاره، واهمها هو التدخين، وبقيه الغازات السامه هم تسبب هذا الموضوع. طبعا قلنا اكو نوعين من السي او بي دي، هو الكرونيك برونكايتس والانفيزيما. الفرق بيناتهم كلينيكالي انه الكرونيك برونكايتس هو انه واحد يقح معظم الايام لمده 3 اشهر لسنتين متتاليات. طبعا عاده انه يكون نتيجه يعني تضخم يعني تاثير التدخين والغازات على الغدد، يعني الغدد اللي تفرز الميوكاس الموجوده باللايننج يعني اوف ريسبيراتوري تراكت. بينما الانفيزيما يكون abnormal permanent enlargement of the air spaces، يعني نهاية البرونكيولز بالترمينال برونكيولز راح يعني تتكسر هناك الخلية destruction بالسيل بالوول، ويؤدي انه lose of elasticity وتنتفخ الحويصلات الرئوية، يؤدي الى الانفيزيما. etiology طبعا environmental factor، طبعا نعرف انه السموكر 95% من الكيسات اوف سي او بي دي هي due to smoking، يعني من تسمع سي او بي دي smoking. بقية اكو اسباب المفروض نخليها ببالنا، يجينا المريض نفس الفيتشر اوف كرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز بس هو ما عنده history of smoking او coexistence smoking، مثل من؟ مثل الاندور اير بوليوشن، يعني دخان الطبخ اللي يستخدمون به، يعني الطاقه اللي نستخدمها بالسيارات بالحراق بالمعامل، هم يعني معامل الطابوق، اي معامل تنتج غازات ودخان ممكن تسوي لنا سي او بي دي. قد يكون واحد يتعرض الى اشياء معينه اثناء وظيفته مثل كول داست، يعني يشتغل معامل الفحم، مناجم الفحم بالسيليكا بالكادميوم، يعني نوع من انواع يعني هاي المواد السامه اثناء العمل مالته ممكن ينتيب سي او بي دي. نكمل انفيرمنتال فاكتور، عندنا اللانج كروث ممكن تتاثر بالتشايلد هود انفكشن، او اذا كانت الام مدخنه ماترنال سموكينج راح يخلي اللانج كروث ديورنج تشايلد هود قليل، ما يؤدي انه اللانج ما توصل الماكسيموم يعني فاكشن مالتها ان ادلت لايف. السبب الاخر هو الانفكشن، تعرض المريض لريكرنت انفكشن او ريكرنت اكسسربيشن اوف سي او بي دي راح يخلي الديكلاين اكسلريتد، يعني اسرع من المريض اللي محافظ على نفسه. اذا واحد يتعرض للادينو فيروس لقوا انه اكو يسوي لوكال انفلاماتوري ريسبونس ويزيد اللنج دامج. الاتش اي في انفكشن ممكن هم اسوسييتد وذ انفيزيما. كانابيس سموكينج اللي يدخنون الحشيشه لقوهم هم يتاثرون وممكن يؤدي الى سي او بي دي. حكينا بالاستعدادات اللي راحت على انه الايتيولوجي قلنا اكو انفيرمنتال، وحكيناهن انه الانفكشن والسموكينج والبوليوشن. هسه نجي شنو اكو بعض المرضى عندهم هوست فاكتور، عندهم يعني هم يعني عندهم قابليه انه يصير عندهم هذا المرض اكثر من غيرهم. لقوا اكو جينيتك فاكتور
المرضى اللي عندهم الفا 1 انتي تريبسين ديفشنسي. هذا المرض الفا 1 انتي تريبسين ديفشنسي تلقى مريض عنده يتاثر الليفر واللانج. لقوا انه اذا تعرض المريض الى متا ريسبونس نيتروفيل تبقى تشتغل، يعني ان بلوكت نيتروفيل الى ستيز، فيسوي بروجريسيف ديستركشن، ممكن يؤدي بالليفر يسوي سيروسيس ليفر سيروسيس، وممكن يؤدي باللانج انه يصير اوبستركتيف اير واي ديزيز. وقسم من المرضى اللي عندهم اير واي هايبر رياكتيفيتي ممكن انه اذا تعرضوا الى العناصر الانفيرمنتال فاكتور يعني تحولهم الى كرونيك اوبستركتيف اير واي ديزيز راح يكون اعلى من الناس اللي ما عندهم هذا الرياكتيفيتي. راح نتكلم بهاي الشريحة عن الباثوفيزيولوجي. بالنورمال سيركمستانسز من يصير انجري الفد تشو معين راح يصير اكو شغلتين، راح يصير اكو ريسبونس انفلاماتوري ريسبونس حتى يعني يقاوم هذا الاستيمولاي اللي جاي يصير وهذا الدمج، راح يصير انفلاماتوري ريسبونس. عادة من يقل يعني الاحتكاك بهذا السبستانس او يقل التعرض اليه راح تجي وراء اكو ريبير ميكانيزم. مشكلة السي او بي دي انه اكو كونتينوس اكسبوجر تو يعني ذي سبستانس الموجودة بالسموك واللي قلناهن بالكادميوم بالكانابيز، من واحد يستمر على التدخين راح هاي الريبير ميكانيزم راح تتضرر. عادة هسه شوف هذا الرسم اللي امامنا اكو سبستانس يسوي لنا لانج انفلاميشن، اكو اكسيدتيف ستريس وراح يصير تشينجز. عادة الريبير ميكانيزم تتضمن الانتي اوكسيدنت والانتي بروتييز. من هاي راح يصير الحالة هنا انه اكو كونتينوس اكسبوجر، راح هاي الانتي بروتييز والانتي اوكسيدنت بعد ما تشتغل الريبير ميكانيزم راح تنضرب، راح تستمر هاي الانفلاميشن وينتهي بالتشنجز اللي راح نشوفها بالسي او بي دي. هذا رسم على الباثولوجي يعني باثولوجي راح يصير عندنا هنا من يصير سموكينج عندنا والانفيرمنتال فاكتور راح يحفز الماكروفيت والابثيليال سيل راح تفرز مواد كيموتاكتيك ماتيريال يعني تسحب الليمفوسايت السي دي 8 ليمفوسايت والنيتروفيل، وبالتالي هاي الليمفوسايت والنيتروفيل راح تحفز البروتييز، راح تحفز انفلاماتوري بروسس يعني اذر ذان بروتييز اكو سايتوكينز واكو بعض الانفلاماتوري ماتريال، وراح تحفز الفايبروبلاست. هاي كلها يؤدي الى شنو؟ الليفر وول ديستركشن، ميوكوس هايبر سكريشن، ابنورمال تيشو ريبير. اللي يوقف هاي العمليات هو الانتي اوكسيدنت. اذا ما عندنا انتي اوكسيدنت وما عندنا بروتياز انهبيتر هاي الفعاليه تستمر. هاي الشريحه هي شرح للي الشريحه اللي قبلها الرسم جاي يشرح انه سيجارة سموك اكتيفيت الماكروفاج والابثيليال سيل وريليز كيموتاكتيك فاكتور تسحب النيتروفيل والسي دي 8 وريليز فاكتور اكتيفيت فايبروبلاست يصير ابنورمال ريبير ويصير لنا فايبروسيس. راح يصير عندنا امبالانس بتوين بروتييز النيتروفيل والماكروفاج والانتي بروتييز، راح يصير الليفر وول ديستركشن وهذا يؤدي لنا الى امفيزما. بروتييز نفسه يحفز ريليز اوف ميوكس. هذا بالنسبة للبروتييز. بالنسبة للأوكسيدنت ستريس قسم يجي من عنده من الدايركت افكت اوف سموكينج، قسم يجي من الانفلاماتوري ريسبونس راح يؤدي الى انكريز كيموتاكتيك فاكتور ويؤذي الانتي بروتييز يوقفه ما يخليه يشتغل، راح يخلي الدايركت انجري تو الفيرال وول وميوكوس سكريشن يزيد.
فعندنا تو فاكتور، عندنا بروتييز وعندنا الاوكسيدنت. الاوكسيدنت يقلل فعل الانتي بروتييز، يخلي بروتييز يشتغل براحته. البروتييز هو انزيم يهضم البروتين فيسوي ديستركشن بالتيشو الموجود باللانج ويؤدي الى الباثولوجي. عرفنا في الشرائح السابقه انه الباث فيزيولوجي شلون يصير. هسه شنو التشنجز اللي راح نلقاها اذا اخذنا مقطع عرضي بالبرونكيوس يعني برونكاس باللانج؟ راح نلقى انلارجمنت بالميوكوس سيكريتنج جلاند بالسنترال ايرواي. راح نلقى النمبر اوف جوبلس سيل اللي هي مسؤوله عن سيكريتنج اوف ميوكوس راح يزيد، وراح تكون تستبدل سيليتد ابيثيليوم، راح يتغير يتحول كله الى جوبلس سيل. راح نلقى سيلير ديسفكشن، راح نلقى بريك داون اوف الاستين اللي طبعا ينتهي بالدستركشن اوف ذا الفيولار وول وينتهي بانفيزما ديو تو لوز اوف الاستيك ريكويل. راح نلقى لارجر اير سبيس موجوده بين الالفيولاي، وراح تقلل المساحه الموجوده للغاز اكستشينج. اضافه انه الفاسكولار بيت تشينجز راح يعني راح تتاثر، وراح يصير فايبروسنج بروسس داير ما دايرها، وراح يزيد الضغط الاوعيه الدمويه الموجوده باللانج وينتهي بالمونه هايبرتنشن. طبعا الباثولوجي عاده ميكست بالسي او بي دي، يعني راح نلقى فيتشر اوف كرونيك برونكايتس وراح نلقى فيتشر اوف انفيزما. بس لو لقينا واحد بيور كرونيك برونكايتس ايش راح نلقى؟ الافكشن راح يصير باللارج ايرواي يعني بالتراكيا والبرونكيولز. راح نلقى ميوكوس هايبر سيكريشن انفلاميشن كرونيك برونك يعني هاي بالكرونيك برونكايتس. السمول ايرواي هم يصير بري برونكيال فايبروسيس ايرواي اوبستراكشن كرونيك برونكيولايتس. يعني ما ياثر على الالفيولاي، ياثر كله على من على الكونكتنج سيستم يعني على التراكيا والبرونكاي والترمينال برونكيول. بينما الانفيزما الافكشن مالتها راح يصير اكثر شيء بالالفيولاي بالالفيول دكت، راح يوخر الالاستيك ريكويل وراح يصير انتفاخ بها ويتجمع بها الهواء، ما تقدر تضغط الهواء ترجعه. بس عادة المرضى يجونه بوث، يعني عنده فيتشر مال الكرونيك برونكايتس وعنده فيتشر اوف انفيزما مو بيور. هاي الشريحة هم يعني نفس الموضوع جاي يعني تعطي الفرق بين كرونيك برونكايتس والانفيزما، حكيناها بالسلايد السابق. اضافة انه اكو سيستميك ريسبونس ديو تو هايبوكسيا ديو تو ريسبيرتوري فيلر. ايش ممكن يصير؟ طبعا المصل ممكن يصير بها مصل ويكنس، وراح يعني ما يوصل اكسجين كافي فراح يعني تضعف ويصير لك سيرتن تشينجز بالسيركوليشن. راح نلقى انكريز بالسيركوليتنج انفلاماتوري ماركر. الكدني راح يصير امبيرمنت بالسالت اند ووتر اكسكريشن، يصير بريفرال اوديما. اكو الترد بالفات ميتابوليزم راح ينتهي يعني بويت لوس، وراح انكريز بريفلنس اوف اوستيوبروسيس. كل هاي سيستميك تشينجز اللي نلقاها بالسي او بي دي. راح نحكي عن كلينيكال فيتشر اوف سي او بي دي. عادة قلنا احنا هو ميكست الباثولوجي مالته، لكن احنا نلقى انه نوعين رئيسيات، اذا كان كرونيك برونكايتس بريدومينانت او انفيزما بريدومينانت. الانفيزما بينك بافر يكون ضعيف ولونه وردي عادي ما عنده مشكلة، بينما البلو بلاتر السمين السيانوز بالكرونيك برونكايتس. ليش احنا ايش راح يصير التمييز بيناتهم؟ لقوا ان جماعة الكرونيك برونكايتس يعني يصيرون هايبوكسي اسرع ويصيرون هايبر كبني اسرع، فراح يصير ادابتيشن لهذا الموضوع ويبقى الاكسجين يسوي ادابتيشن على الليفل مال الهايبوكسية يعني بسرعة. بينما بالانفيزما راح يحاول انه الريسبيرتوري سنتر انه يشتغل اكثر وما يصير هايبوكسية بسرعة الا بالاند يعني بالليت ستيج، راح يحافظ على السي او 2 ليفل طبيعي لحد الليت ستيج.
فشوفه يكون ضعيف لان الورك مال البريثنج ما راح يكون اكثر. نجي هسه على السبتوم بالكرونيك برونكايتس راح نلقى بريدومينانت يعني اللي هو الكاف كول برودكتيف كاف، وقلنا التعريف لازم يعني اكثر ايام مال 3 اشهر لمده سنتين متتاليه. سبيوتوم ممكن يكون بيرولنت، ممكن يصير هيموبتيسيس، الدزنيه بالبدايه قليله بعدين تزيد الدزنيه مالته او بالاكسسربيشن تزيد، سيانوسيس ديو تو هايبوكسيا، بريفر اوديما ديو تو كوربول مونالي من يصير رايس هارت فيلر، ممكن نلقى ديو تو اوبستركشن نلقى ويز، نلقى كراكل ديو تو سبيوتوم والميوكس، برولونج اكسبيريشن هم ديو تو اوبستركشن اوبيس. بينما السبتوم بالنسبه للانفيزما يكون ديزنيك، ونلقى يعني شلون نحسه ديزنيك لان انكريز الورك اوف ريسبيريشن. كف ما نلقى عنده قليل، نلقى الجلد مالته لونه طبيعي، بريرس ليب بريثينج يحاول انه يعني يلم شفايفه اثناء التنفس، اكو عنده يوز اوف اكسسوري مسل من البدايه يكون واضح عنده، لذلك راح يؤدي الى كاتاكسيا، وراح يصير عنده هايبر انفليشن التشيست وول، راح يصير برال تشيست. بري ساوند راح نلقاه قليل لان هي اللانج هي منفوخه فما يدخل هواء هواي، ونلقى تكبنيه. كومليكيشن بالنسبه كرونيك برونكايتس راح نلقى سكندري بولسايثيميا تو تو هايبوكسيا، راح نلقى بالمون هايبرتنشن لان اكو فازو كونستركشن اللي ينتج من الهايبوكسيا، والكوربول مونالي اللي هو رايت سايد هارت فيلر ينتج من الكرونيك بالمون هايبرتنشن. الكومليكيشن المتوقع نلقاها بالانفيزما، نلقى ممكن مريض يصير نيموثوراكس ديو تو رابتشر بولا، يعني منطقة منفوخة أقل شيء ممكن يصير نيموثوراكس، ويت لوس ديو تو ورك اوف بريثينج، وبالنهاية هم يسوي لنا يعني راس هارت فيلر بالنهاية، اسمه يعني في شيء أقل من الكرونيك برونكايتس. نجي على الانفستيجيشن، طبعا اهم فحص نحتاجه هو السبيرومتري. السبيرومتري راح يخلينا نشخص، وراح نقدر نقدر السيفيريتي يعني نسوي الستيجنج. اكو سهوله جولد كرايتيريا اللي هي مختصر جلوبال انيشيتيف فور كرونيك اوبستركتنج لانج ديزيز، جولد سيفيريتي سكور يعتمد على الاير فلو. عندنا الستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4. ستيج 1 مايلد راح يكون عندنا فورس اكسبيراتوري فوليوم ان فيرست سكند مور ذان 80% اوف نورمال، هو الانسان الطبيعي من ياخذ نفس ثلاث ارباع الاكسبيرشن راح اكثر من ثلاث ارباع يطلع بالفيرست سكند. من يبدي يطول بالاكسبيرشن يعني صار عنده اوبستركشن، بالمودريت راح يكون الاف اي في 1 بين 50 و79، ستيج 3 اللي هو سيفير راح يكون بين 30 الى 49، الفيري سيفير راح يكون اقل من 30، وفي بعض الاحيان الاقل من 50% يعتبروه فيري سيفير بس لازم وياه ريسبيرتوري فيلر كرونيك اللي هو شنو قلنا نلقى سي او 2 عاليه والاو 2 ناس. هاي بالنسبه للسيفيريتي، لكن احنا شلون نقول هذا اوبستركتيف لانج ديزيز؟ لازم ناخذ الاف اي في 1 فورس اكسبيراتوري فوليوم بالفيرست سكند على كل الكاباسيتي الموجوده باللانج اللي هي فورس فايتال كاباسيتي. الطبيعي لا قلنا لازم يطلع اكثر من 80% بالفيرست سكند، اذا اقل يعني من 70 هاي الريشيو
طبعا هذا الحكي انه نستخدم بوست برونكو دايليتر عمود الميزه من الازمه، فلازم يكون عندنا اقل من 70%. هاي الشريحه عندنا بها سبايرومتري، عندنا بها فلو فوليوم لوب، عندنا الفوق هاي الازرق سبايرومتري يقارن بين النورمال وبين الاوبستراكتيف ديزيز. عندنا احنا بالفوق الفوليوم وعندنا الافقي هو التايم. عادة هو واحد يطلع هذا المريض هسه الفورس فايتال كاباسيتي مالته 5، هو مطلع بالاف اي في 1 مالته 4 لتر، يعني اكثر من 3 ارباع. من قسموها تطلع 0.8 الليفل مالته. الرسم الثاني اللي بصفه هذا الفورس فايتال كاباسيتي مالته 3 لتر، يطلع من عندها بالفيرست سكند 1.8. من تقسم الهاير النسبة راح تطلع أقل من 0.56 تقريبا. فهذا يعني هذا هنا يمثلنا الأوبستركتيف باتر أوف سبايرومتري. الرسومات بالأسفل جاي يقارنون بها بين النورمال وبين السي أو بي دي وبين الفايبروسيس وبين تراكير أوبستركشن. الرسم الاول يعطيك النورمال هذا باللون الاسود، ويعطيك الاحمر بالفايبروسيس، ويعطيك السي او بي دي بالاخضر. السي او بي دي ومشكلته انه جاي يتاخر، انه بالفيرست سكند ما يطلع اكثر من 3 ارباع، يطلع اقل. بينما بالفايبروسيس هو ما عنده مشكله بالاكسبيراتوري، بس عنده مشكله باللانج فوليوم بصوره كامله، بالفورس فيتال كاباسيتي قليله بصوره عامه. هذا الرسم الثاني اللي هو فلو فوليوم لوب، يعطينا مقارنات الشكل اللي راح نحصل عنه بالنورمال. طبعا الانسبيريشن يكون جوا والاكسبيريشن يكون فوق. فالانسبيريشن يكون مساوي، يعني الصعود والنزول مساوي الشكل مالته، لكن الاكسبيريشن شوف انه اكو بيك يصعد بالبدايه وبعدين يبدي ينزل مثل المنقار. اللي راح نحصله للسي او بي دي هو هذا اللون الاخضر الرسم الثاني، انه هذا المنقار يعني راح يتاخر يلا ينزل، ما ينزل بسرعه. بينما بالانسبيريشن نورمال. بالفايبروسيس هو نفس الشكل الطبيعي بس الحجم مالته اقل. وعندنا بالتراكيال اوبستركشن يكون اكو فيكس اوبستركشن، فراح يكون الانسبيريشن ياخذه الحجم مالته راح يقل وفتره مالته تطول، وبالاكسبيريشن نفس الشيء راح يصير نفس الشكل بالضبط كانما بوكس. اضافه لهذا انه اكو فحص يعني الاخير هو اللي ديفيوجن كاباسيتي، من راح يصير بالسي او 2 الكربون مونو، العفو للسي او الكربون مونوكسيد الدلكو، يعني decrease diffusing capacity. هذا feature of emphysema نلقاه من يصير fibrosis و destruction، هذا يميز الانفيزيما. بهذا السلايد راح نكمل investigation ممكن نسويها. طبعا chest x-ray ممكن نسوي، high resolution CT scan نسوي مرات، حتى مرات نستبعد interstitial lung disease، او يعني اذا نسوي فد ايفالويشن اذا كون سسبشن مال نودول او فشي. تدرون هو السيجار سموكينج يعني 95% المسبب للسي اي لانج. ممكن نسوي كومليتي بلاد كاونت اذا كان عندنا اكساسربيشن، او نشوف انه النيتروفيل كاونت وات بي سي كاونت، او مرات نشوف الاكو بوليسايثيميا او لا. ممكن سبيوتم اكزامينيشن نسوي اذا كان عندنا انفكشن ونريد نشوف الكلتشر والسنسيتيفيتي مالته. اذا نريد نسوي هارت اسسمنت قلنا يصير كربون مونالي، نسوي اي سي جي وايكو والفا 1 انتي تريبسين اذا عندنا بيزل انفيزيما، وعندنا سسبشن اوف الفا 1 انتي تريبسين ديفشنسي اذا كان عندنا فاميلي هيستوري. واذا نريد نسوي لانج فوليوم عندنا تو تيست، واحد يعني ممكن نسوي هنا هيليوم ديليوجن تكنيك وبدي بالثيسموغرافي.
ومرات نحتاج arterial blood gas حتى نشوف ال CO2 level O2 level. بالديزموغرافي هاي في الطريقة القياس اللانج فوليومز يعني التايدل فوليوم الفورس فيتال كاباسيتي، يخلون المريض داخل صندوق ويتنفس في جهاز معين بدون لا يحرك الخد مالته وصار خشمه، ويسوي تكنيك مال انسبيريشن اكسبيريشن، اكو مرات يسوي سريع مرات يسوي بطيء، ومن خلاله اذا يعتبون على اليوتيوب ممكن تشوفون يعني التكنيك بصوره اوضح بعد. او الهيليوم ديليوشن تكنيك، يعني واحد يتنفس اذن الغازات ويشوفون تغير بالحجم، ممكن يقيسون عنده اللانج فوليوم. نجي بالنسبة للتشيس اكس راي بالانفيزما ايش ممكن نشوف؟ نلقى هايبر انفليتد لانك. شلون نقول هايبر انفليتد لانك؟ اكو عندنا فلاتد دايفرام، عندنا بولد اب ميديستاينم، نارو ميديستاينم مسحوب لي فوق، عندنا اضلاع مائلة سلانتنج ريبس، عندنا الانفيرير بوردر اوف ذا هارت ممكن نشوفه، ممكن نلقى الكومبليكيشن مثل نيمونيا نيموثوراكس، ومرات نسوي عمود نستبعد يعني بعض التشخيصات مثل السي اي لانج، لان قلنا السموكينج هو واحد من الاهم البريدسبوزن فاكتور يعني اكثر من 95%. قلنا تشيس اكس راي بالكرونيك برونكايتس ممكن نلقى انكريز برونكو فاسكولار ماركينج، وممكن مرات هم تو اكسكلود اذر ديفرنشال دايجنوزز، وممكن كومبليكيشن مثل السي اي لانج وغيره. هسه شلون نسوي كلينيكال اسسمنت اوف ذا ديزني او شورتنس اوف بريث؟ اكو ام ام ار سي ديزني سكيل اللي هو موديفايد ميديكال ريسيرش كونسل، مطينا من 0 إلى 4 سكيل. الزيرو نوت تروبلد باي ما عنده اي شورتنس اوف بريث، بس من يسوي يعني جهد كلش قوي يلا يبين عنده. الجريد 1 لا، من يمشي طبيعي ويعيش طبيعي ما عنده ديزنية، بس من يسوي يعني شيء يعني باستعجال او بسرعة او يصعد على فشي مرتفع تبين عند الديزنية. الاثنين لا، يعني اذا واحد بعمره او نفس القابليات ويمشون راح هو يمشي اقل وابطأ بطيء، لان من يمشي شوية بسرعة بسرعة الطبيعية تبدي عند الديزنية، ومرات يوقف. ستيج 3 من يمشي له 100 متر يوقف عمود ياخذ نفس، او من يمشي له شويه دقائق معدوده يتنك. الاربعه يعني عد ضيق نفس اذا مشى خطوتين خارج البيت، او مرات بس من يلبس او يسوي فعاليه الحيويه داخل البيت يصير ديزني. نجي على المانجمنت اوف سي او بي دي. أهم خطوة وهي تعتبر الخطوة الحاسمة هو إيقاف التدخين. إيش وقت ما ممكن يعني يوقف التدخين راح يصير improvement بال FEV1 وراح يقلل mortality rate و delay death ويقلل deterioration of the patient. نجي على drug therapy. طبعا العلاجات كجروبات هنا يشبه الجروبات نستخدمها بالأسمة مع بعض التغييرات البسيطة، نستخدمها as symptom control يعني بصورة مستمرة، ونستخدمها بالأكيوت اكساسربيشن. ممكن نستخدم البرونكودايليتر، وممكن نستخدم الكورتيكوستيرويد، وممكن بعض الأحيان نستخدم الانتيبايتك. انتيبايتك نستخدمها بالاكساسربيشن وين ما شفنا انه سبيوتم تغير لونه نطي. طبعا نجي هنا اكو عندنا جدول، اذا كان البيشنت مايلد يعني الاف اي في 1 اكثر من 80% من البريدكت، والاف اي في 1 على الفورس فايتال كاباسيتي راح نلقاها بكلهن يعني اوبستركتيف ليجن يعني باترن، هذا هنا نطي يعني ريدوس ريس فاكتور مثل فلاوز فاكسينيشن نطي، وممكن نضيف له شورت اكتنج بروكوداليتر عند الحاجة. وهذه الخطوتين طبعا بالسي او بي دي، الخطوة اللي نكملها راح تستمر بكل المراحل يعني هي نستخدمها. اذا كان مودريت يعني بين 50 و 80% نفس الخطوات اللي قلناهن، قلنا شورت اكتنج بيتا يعني شورت اكتنج بروكوداليتر
وريس فاكتور مودفيكيشن، نضيف له هنا لونج اكتنج بيتا، العفو لونج اكتنج بروكودليتر، ما قدنا بيتا اغونست. ليش؟ لان عندنا انتوموس كورونيك وعندنا بيتا اغونست، وممكن نضيف له ريهابيليتيشن. نفس الخطوة الثانية، إذا صار سيفير أو ما استفاد، كان FEV1 بين 30 و50، نفس الخطوات اللي عندنا راح نضيف له انهيلد جلوكوكورتيكويد. الخطوة الرابعة، إذا كان فيري سيفير وبين أقل من 30 أو بين 50 و30، إذا كان عنده ريسبيرتوري فيلر، نفس الخطوات الباقية اللي احنا ضفنا له شورت اكتنج، وضفنا له لونج اكتنج، وضفنا له انهيل كورتيكوستيرويد. هنا راح نسوي، ممكن نخلي المريض على لونج تيرم اوكسجين ثيرابي، وممكن نفكر بالسيرجيكال تريتمنت في بعض المرضى سيلكتيف بيشنت مثل ما راح نشوف بعدين. نجي هسه على الاوتو ثيرابي، الرول مالته بالسي او بي دي شنو هو. الاوتو ثيرابي هو ما يوخر لك الدزنية، هو علاج للهايبوكسيا. عادة احنا بال سي او بي دي ويصير عندنا سباتري فيلر تايب 2، قلنا احنا ما نحاول نصلح الهايبوكسيا كامل لان يكون توليريتد البادي على السي او 2. فالسباتري سنتر يشتغل بس على مود بس الهايبوكسيا تسوي لها سيميليشن، فما نحاول نصلحها كامل، نصلحها يعني جزئيا. فراح عندنا تو تايب اوف اوكسجين نعطيه بالسي او بي دي. اكو انترميتنت اللي دائما هذا نستخدمه بالاكسرسايز من واحد يتعب او من عنده اكسرسايزيشن او من عنده اير ترافل ونريد نحافظ على الهايبوكسيا مالته. بس اكو شيء اسمه عندنا لونج تيرم اوكسجين ثيرابي اللي هو اكثر من 16 ساعه يستخدمه المريض. الانديكيشن هو بالسيفير فيري سيفير سي او بي دي او بالسيفير سي او بي دي ويا انديكيشن معينه. هاي انديكيشن راح اقول لكم اياها، هي اللي اذا صار بوليسايثيميا، اذا صار كور بورمونالي، او اذا صار يعني ليج ادمة، او اذا صار بالمي هايبرتنشن. هنا اخذنا انديكيشن اوف لونج تيرم اوكسجين ثيرابي اللي هي يصير كونتينوس لو دوز اوكسجين بالبيت يستخدمه لمده 16 ساعه. هذا شافوه امبروف سرفايفل. قلنا احنا وحده من العلاجات اللي نستخدمها من ستيج 2 فوق هو البلمونري ريهابيليتيشن. طبعا ريهابيليتيشن يتضمن education، اكو training على breathing، اكو nutritional advice، نسوي له دعم نفسي للمريض، نسوي له general exercise training يعني للجسم كله، لان كلهم يتضمنون ضمن الريهابيليتيشن. يعني نخليه نسوي له اكو training للbreathing انه اخذ نفس، احبس النفس، ادفع النفس، نسوي تريننج للريسبيرتوري مسل. الاكسرسايز تريننج كان موديستلي انكريز اكسرسايز كاباسيتي، يعني اذا سويناه ممكن يخدم المريض انه يخلي قابليته للمشي وللحركه افضل. ولازم يكون ريجولر، نستخدم الريجولر تريننج بيريود كان بيوز ات هوم. ممكن نخليه يمشي مسافه معينه، نقول له مثلا امشي فد 100 متر مدة فد اسبوعين، ورا فترة نقول له مثلا امشي لك فد 150 متر حسب قابلية المريض، شوي شوي نزيدها، او نصعد لك باليوم مثلا درجتين ثلاث درجات اذا اختنق تقعد، ثاني يوم زيد، نحاول نخلي قابليته للحركة افضل. بعد شنو عندنا الخطوات اللي ممكن تفيدنا بالعلاج اوف سي او بي دي؟ قلنا اذا كان مريض الفا 1 انتي تريبسين ديفشنسي ممكن نسوي له ريبليسمنت. اذا كان عنده كاردياك ديزيز نصلح لان هم يزيد الدزنيه مالتنا. اذا كان عنده دي ام نعالجه بصوره صحيحه، عم نقلل الريسك فاكتور فور انفكشن. نيوتريشنال سبورت اذا كان ضعيف، واذا كان سمين نحفزه انه يضعف. اوستيوبروسيس طبعا تكون عاليه موجوده لان هايبوكسيا، واضافه انه العلاجات ممكن الاستيرويد هم يزيد هالاستيوبروسيس. ومرات يكون المريض عنده انكزايتي ديبرشن، يعني ضايج خايف، كل هذا لازم نعالجه. نجي شنو الرول اوف سيرجري بالسي او بي دي؟ طبعا ممكن اذا كان عندنا لارج بولي اللي هي تصير بالانفيزيما، فجزء من اللنج يكون منفوخ وممكن يضغط على بقيه اللنج وما يقدر يتنفس، ممكن يسوي ريموفال.
واكو شيء اذا كانت الامفيزيما كلش هواي بحيث اللنج ما عاد قابليه انه تتوسع، يصحوا له لنج فوليوم ريدكشن سيرجري، وممكن في نهايه المطاف انه المريض يسوي لنج ترانسبلانت. هاي طبعا ذن امبروف لنج دايناميك اكسرسايز ادهيرنس اند كواليتي اوف لايف. اكو انديكيشن معينه واكو ان شاء الله فحوصات معينه نسويها قبل لا نسوي ذن السيرجري. يعني مو كل مريض هو الا بالفيري سيفير والادفانس كيس. نتكلم عن اكوت اكسسربيشن اوف سي او بي، يعني مريض مثلا عندنا يمشي 100 متر او 200 متر ثابت ديلي اكتيفيتي، من السين ده اكسسربيشن راح يقل هذا عن النورمال اللي يسوي يوميا. طبعا ممكن يكون ديو تو انفكشن، ممكن يكون ديو تو بوليوشن اذا زاد عند الدخان، ممكن يعني امور زادت عدة التدخين زي اذا زايده ممكن يزيد عده. طبعا اذا كان انفكشن راح نلقى فيفر نلقى تسبه، بينما بالبوليوشن راح يكون شورتنس اوف بريث يزيد فقط. شلون نعالج بيشنت اكيوت اكسسربيشن؟ طبعا لازم نخلي المكان بمونيتورنج فور هايبوكسيا فور هايبركابنيا، لازم عندنا بلس اكزيومتري وعندنا ارتيريال بلاد جازز عم نعرف انه فاتر ريسبيرتوري فيلر او سيفير هايبوكسيا. طبعا اذا كان عندنا الكوز يعني انفكشس كوز، واحنا شلون نعرف انه هذا انفكشس كوز؟ قلنا اذا اكو فيفر، اذا اكو ليكوسايتوزيس، اذا تشينج بالكلر اوف سبيوتام صار بيرولينت او جرين او يلو، او اذا زادت الكميه مال السبيوتام نعطي انتيبايتيك. نبدا طبعا بالسمبل انتيبايتيك، واذا كان ديتريشن نبدا بالمور اجريسيف تريتمنت. نعطي نيبولايز برونكودايليتر اللي هن بيتا اجونست والانتي موسكورنيك، ونستخدم الاورال ستيرويد. هنا الاورال ستيرويد الى رول، ونعطي هاي دوز بريدنيزولون هو 2 ملي جرام باي 2 20 ملي جرام باي 2 فور 2 ويكس مرات نعطي without tapering. الاكسجين ممكن نعطي 24% او 28% يعني التركيز قليل حتى ما ناثر، يعني اللي قلنا انه ما نصلح الهايبوكسيا بصوره كامله بالسي او بي دي، لان هو ريسبيرتوري سنتر معتمد بس على الهايبوكسيا. وممكن المريض يحتاج نون انفيزيك فنتليشن يعني سي باب اذا كان ديتريشن صار ودخل بريسبيرتوري فيلر. نجي هنا شلون نميز بين الاسما من السي او بي دي؟ طبعا هنا اثنين اوبستركتيف لانج ديزيز، بس قلنا الاسما تكون ريفيرسيبل، السي او بي دي ريفيرسيبل. في بعض الاحيان تكون يعني امبوسيبل تو ديفرنشيت او ديستنجوشن بيناتهم كل صعب، لكن بعض الامور الواحد يخلي بباله ممكن يعني تساعده بالتمييز. قلنا احنا اهم تمييز لنا هو السبيرومتري، يعني نلقى اكثر من 12% تشينج بالاف اي في 1 افتر برونكودايليتر. نجي على الايج اوف اونسن، عاده الاسمه تكون اقل من 50 سنه، سي او بي دي زي ورا 35 سنه، لان يعني يحتاج لنا فتره طويله للمدخن حتى يتحول الى سي او بي دي. السموكينج هيستوري طبعا هو الاهم شيء، لان بالسي او بي دي يكون دائما مدخن و 75% يكون مدخنين واكثر من 10 باكت بارير. بالاسما يكون نوت يوجوال. سبيوتم بالاسما قليل، لكن بالكرونيك برونكاتس وبالاكسسربيشن يكون كلش هواي، بالانفيزيما يكون قليل. الالرجيز طبعا الاسما اكو تو تايب، بها ايرلي اونست اسما واكو ليت اونست اسما. بالايرلي اونست اسما يكون الالرجي هيستوري عالي، بينما بالسي او بي دي ثلث من عندهم يكونون عندهم هيستوري اوف الرجين اكسبوجر. الكورس مال ديزيز بالاسما يكون ستيبل وذ اكسسربيشن، بينما بالسي او بي دي يكون بروجريسيف. سبايرومتري من نط تريتمنت ممكن يصير نورمال، بالسي او بي دي ممكن امبروفمنت بس ما يوصل النورمال. الكلينيكال سيبتوم انترميتنت وفاريبل بالاسما، بينما تكون بالسي او بي دي بيرزيستنس اند فاريبل، هو دائما متنك بس وياه ممكن يزيد التنك وممكن يقل. الريسبونس تو تريتمنت
very well، خاصة الكورتيكوستيرويد بالنسبة للأزمة، بينما بالCOPD not well response.